السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الطلاب، بدنا نبدأ الجزء الثاني من المحاضرة. الشابتر الأول Introduction to Software Engineering، حكينا عن اللي هو الفرق بين الـ Software Engineering والـ System Engineering، وإيش اللي هو Software مقارنة مع الهاردوير. الجزء الثاني بدنا نبدأ What is software process. خلينا أكبر لكم الشاشة. What is software process؟ software process بدنا نبدأ من جديد. What is a software process؟ A set of activities whose goal is the development or evolution of a software. مجموعة من النشاطات أو الأنشطة التي تهدف إلى تطوير وتطور البرمجيات. Generic activities in all software processes are الأنشطة العامة في جميع عمليات البرمجيات هي واحد، يعني في كل البرمجيات أنا إيش بسوي؟ أي برنامج بدي أسويه لازم أعمل له specification، لازم أعمل له development، لازم أعمل له validation، لازم أعمل له evolution. أربع حاجات أساسية هذه لازم تنعمل لكل الأكتيفيتيز الجينيريك أكتيفيتيز، النشاطات العامة لعملية اللي هو البرمجيات سوفت وير بروسيسز. سبيسيفيكيشنز، إيش هي السبيسيفيكيشنز؟ What the system should do and its development constraints، ما يجب على النظام عمله وقيود تطويره. نفصل هذه الحاجات بعدين قدام شوي. Development التطوير، ما هو التطوير؟ اللي هو Production of the Software System، يعني إنتاج نظام البرمجيات، يعني عملية البرمجة على الكودينج على الكمبيوتر. Validation اللي هو التحقق من الصحة، Validation checking that the software is what the customer wants، يعني تحقق من انه البرنامج هو ما يريده العميل اللي بده اياه المستخدم. evolution التطوير. changing the software in response to changing demand، يعني تغيير البرنامج استجابة للمتطلبات المتغيرة. طيب what is software process model، اللي هو ما هو نموذج عملية البرمجيات. A simplified representation of software process presented from a specific perspective، تمثيل مبسط، هو تمثيل مبسط لعملية برمجية مقدمة من منظور محدود. تمام. Example of process perspectives are، أمثلة لمنظورات العملية، واحد workflow perspective، منظور يسير لسير العمل اللي هو sequence of activities اللي هو تسلسل الأنشطة. data flow perspective، منظور تدفق البيانات. information flow، تدفق المعلومات. بعدين role action perspective، منظور الوظيفة أو منظور الدور، role هذا الدور وهذه الوظيفة. who does what، من يفعل ماذا. تمام. generic process models، نماذج عملية عامة. عندنا أكثر من نماذج، عندنا الووتر فول والإيفوليوشنري والفورمال والإنتجريشن فروم ريوزبل كومبوننت، وعندنا السبايرال، وعندنا حاجات كثيرة، موديلز كثيرة حناخدها بالشابتر الثالث. تمام. الووتر فول الشلال، إيفوليوشنري ديفلوبمنت التطور التدريجي، formal transformation التحول الرسمي، integration from reusable components اللي هو التكامل من مكونات القابلة للإعادة الاستخدام، reusable components يعني بناخذ component بنستخدمها كمان مرة. تمام. what are the cost of software engineering، ثمن، ما هي تكاليف هندسة البرمجيات. تمام. طيب roughly تقريبا 60% of cost are development cost، 40% artisting cost for custom software، evolution cost are often exceed the development cost، يعني ما يقارب من 60% اللي هو تكاليف
إن هو التطوير. تطوير 40% اختبار التكاليف، تكاليف الاختبارات تيستنج، تمام؟ يعني أنا بدي اختبره تكاليف الاختبارات 40%، التطوير 60%. شوفوا قديش كتير كتير. For custom software evaluation cost often exceed the development cost. يعني لا، بالنسبة للبرمجيات المتخصصة أو الخاصة لأشخاص خاصة، evolution cost اللي هو تكاليف اللي هو التطوير غالبا ما تتجاوز كثير من الأحيان تكاليف التطور. يعني أنت evolution cost يعني التطوير بتزيد عن تكاليف اللي هو العمل تبعته. التطوير بتزيد عن التطور، هذا development العمل تبعه. Cost vary depending on the type of system being developed and the requirements of the system attributes such as performance and system reliability. شايفين كيف؟ يعني الثمن بتغير على حسب ايش؟ بتغير على حسب نوع النظام اللي بدنا نطوره، تمام؟ and the requirement of the system attributes و اللي هي مواصفات النظام و احتياجاتها such as performance and system reliability، تمام؟ زي الأداء، performance اللي هو الأداء، system reliability اللي هي موثوقية النظام. يعني تختلف التكاليف باختلاف نوع النظام الجاري تطويره. طبعا متطلبات سمات النظام، مثل اللي هو اللي قلنا متطلبات سمات النظام اللي هو الأداء والموثوقية النظام. Distribution of cost depends on the development model that is used. شايفين كيف؟ distribution يعني توزيع التكاليف يعتمد على نموذج التطوير المستخدم. توزيع التكاليف يعتمد على نموذج التطوير المستخدم. طيب what are software engineering methods؟ اللي هي ايش هي طرق اساليب هندسة البرمجيات؟ عندنا عدة طرق. واحد Structured approaches to software development which include system models, notations, rules, design devices and process guidance. يعني مناهج منظمة Structured approaches لتطوير البرمجيات التي تشمل ايش؟ system models, notations, system models نماذج النظام, notations ملاحظات, rules القواعد, design devices, advice design advice اللي هو نصائح التصميم, and process guidance وتوجيه العملية. Model descriptions وصف النموذج. Description of graphical models which should be produced. هنا أوصاف النماذج الرسومية التي ينبغي إنتاجها. Rules القواعد. Constraints applied to the system models. القيود المفروض على نماذج النظام. Recommendations توصيات. Advice on good design practice نصيحة حول ممارسة التصميم الجيد.
بروسيس جايدنس، وات اكتيفيتيز تو فولو، دليل اللي هو العمليات، ما هي الأنشطة التي يجب اتباعها، تمام؟ وات از كيس، احنا في المحاضرة اللي فاتت حكينا عنها وات از كيس، اللي هي كمبيوتر ايديد سوفت وير انجينيرنج، هندسة البرمجيات المدعومة بالحاسوب، سوفت وير سيستمز which are intended to provide automated support for software process activities. ايش يعني؟ انظمه البرامج التي تهدف الى توفير الدعم الالي لانشطه عمليات البرامج. طيب كيس سيستمز ار اوفن يوزد فور ميثود سبورت، غالبا ما تستخدم لدعم الاسلوب. انا ابر كيس ولور كيس، اللي هو الكيس العاليه والكيس اللي هو الصغيرة lower. هنا tools upper case ايش هي؟ tools to support the early process activities of requirements and design، يعني أدوات بتدعم الأنشطة المعالجة المبكرة للمتطلبات والتصميم. lower case tools to support later activities such as programming, debugging and testing. هنا أدوات لدعم الأنشطة اللاحقة زي البروجرامينج البرمجيات، ديباجينج تصحيح الاخطاء، وتستنج اللي هو الاختبارات، تمام. وات ار اتريبيوتس اوف جود سوفت وير، ايش هي الاتريبيوتس، ما هي سمات البرامج الجيد او البرنامج الجيد. ذا سوفت وير شود ديليفر ذا ريكويرد فانكشناليتي اند بيرفورمانس تو ذا يوزر اند شود بي مينتينبل ديبندبل اند يوزبل، تمام. ايش يعني؟ يجب ان يقدم البرنامج الوظائف المطلوبه و الاداء المطلوب للمستخدم و يجب ان يكون قابلا للابقاء عليه، should be maintainable، ويمكن الاعتماد عليه ويمكن ان استخدمه. طيب احنا قلنا maintainable, dependable, usable، نفصلهم maintainability, dependability, efficiency, usability. maintainability قابلية الصيانة، software must be evolved to meet changing needs، يجب ان تطور البرمجيات لتلبية الاحتياجات المتغيرة. عندك dependability اللي هو الاعتمادية، software must be trustworthy، يجب ان يكون برنامج جديرا بالثقه. efficiency efficiency يعني efficiency اللي هي مهاره اللي هو البرنامج الفعاليه، efficiency الفعاليه. software should not make wasteful use of system resources، يجب ألا تجعل استخدام البرامج محدورا لموارد النظام. usability استخدام، سهولة الاستخدام. software must be usable by the users for which it was designed، يجب أن يكون البرنامج قابل للاستخدام من قبل المستخدمين الذين تم تصميمه، تمام. عندي what are the key challenging facing software، ما هي اللي هي التحديات الرئيسية التي تواجه هندسة البرمجيات. كل التشالنج copying with legacy systems، copying with increasing diversity، and copying with demands for reduced delivery time. يعني يجب الأنظمة legacy systems، يجب أن يواجه الأنظمة القديمة، coping with increasing diversity التنوع، تعامل مع المتنوعات، و reduce delivery time والوقت اللي هو يعني delivery time، يعني إنك أنت لما بدك توديه للمستخدم فصله تنهي، يعني reduce القليل، يعني بقول لك انا بعد شهر بدي اخلص هذا البرنامج،
بدي يخلص. هذا لازم تشالنج، تحدي عندي. ليجاسي سيستمز، ليجاسي سيستم الأجهزة القديمة عندي أنا. لما أنا ممكن أطور برنامج على جهاز جديد، بس لكن أوديه للمستخدم ألاقي جهازه old valuable system must be maintained and updated. تمام، يجب توزيع الأنظمة. هنا الأجهزة قديمة. طيب الأجهزة القديمة يجب صيانة وتحديث الأجهزة القديمة و أبديتي، عملها أبديت، جددها. هيتروجينيتي، عدم التجانس. Systems are distributed and include in a mix of hardware and software. يجب توزيع الأنظمة وتضمين مزايا من الأجهزة والبرامج. Delivery. There is increasing pressure for a faster delivery of software. هناك ضغوط متزايدة لتسليم البرامج بشكل أسرع. وتقليل أوقات التسليم. Professional and ethical responsibility. المسؤولية المهنية والأخلاقية. Software engineering involves wider responsibility than simply the application of technical skills. هنا هندسة البرمجيات تنطوي على مسؤوليات أوسع، wider responsibilities. هي بالأساس إيش هي؟ application of ethical skills، technical skills، مجرد تطبيق المهارات التقنية. Software must behave in an honest and ethical responsible way if they are to respect as professionals. يعني إذا مهندسو البرمجيات software engineer، شايف كيف؟ يجب عليهم أن يتصرفوا بطريقة صادقة ومسؤولية أخلاقية إذا أرادوا احترامهم كمحترفين. Ethical behavior is more than simply upholding the law. يعني السلوك الأخلاقي هو أكثر من مجرد التمسك بالقانون. مش بس أنت القانون، لا. Issues of professional responsibility. قضايا المسؤولية المهنية. Confidentially، السرية. اثنين، competence، المهارة. Confidentially، engineers should normally respect the confidentiality of their employers or clients, irrespective of whether or not a formal confidentiality agreement has been signed. يعني هنا إيش؟ يجب أن يحترم المهندسون عادة سرية أصحاب العمل. تمام؟ بغض النظر عن العملاء، بغض النظر إذا إحنا تم توقيع اتفاقية رسمية مع العملاء أو لا، لازم أنا أحترمهم، أحترم الـ confidentiality، السرية، سرية أصحاب العمل. هنا الكومنت المهارة. Engineers should not misrespect represent their level of competence. يعني لا ينبغي للمهندسين أن يحرفوا مستوى كفاءتهم. They should not knowingly accept work which is out with their competence. لا ينبغي لهم أن يقبلوا على علم العمل الذي هو على خلاف اختصاصهم. أنا باك إند ولا فرونت إند، على أنا بشتغل باك إند، ما روحش آخذ فرونت إند. لازم كل واحد على تخصصه. أنا بشتغل جافا، ما أخذش واحد على البايثون. نكمل. Intellectual property rights. إيش يعني؟
حقوق الملكية الفكرية، كمبيوتر مسيوس، سوء استخدام الحاسوب. Engineers should be aware of local laws governing the use of intellectual property such as patent, copyright. They should be careful to ensure that the intellectual property from these and claims are protected. يجب أن يكون المهندسين على دراية بالقوانين المحلية التي تحكم استخدام الملكية الفكرية. تمام؟ كمبيوتر المسيوس، سوء استخدام. Software engineers should not use their technical skills to misuse other people's computers. إذا أنا يجب أن يستخدم مهندسو البرامج مهاراتهم التقنية لإساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة. ما روحش أعمل هاكينج على كمبيوترات الناس. Computer misuse ranges from relatively trivial game playing employees machine say to extremely serious dissemination of viruses. ما أنا ما روحش أنا أحط فيروسات على أجهزة الناس. تمام؟ هيك أنا بخلص المحاضرة هذه. أنا هذه معرفة عامة عن اللي هو software engineering، هندسة اللي هو البرمجيات. يعطيكم العافية، ونلتقي في الباب الثاني في محاضرة قادمة إن شاء الله.